يحكى أن رجلاً دخل على هارون الرشيد فقال له: إني أستطيع أن أقوم بعمل يعجز عنه الخلق. فقال له الرشيد: هات ما عندك. فأخرج علبة مليئة بالإبر، غرس أحدها في الأرض، ثم رمى الإبرة الثانية فوقعت في الأولى، ثم رمى الثالثة فوقعت في الثانية، ثم الرابعة وقعت في الثالثة، وهكذا، أنه كل ما يرمي إبرة تشبك في الإبرة اللي قبلها. لما انتهى من عمله وقف الرجل مزهوًا بعمله منتظرًا للجائزة، فأمر هارون الرشيد بإعطائه 100 دينار ثم جلده 100 جلدة. لما سألوه عن سبب هذا التصرف قال لهم: أنا أعطيته 100 دينار لأنه عنده مهارة فعلاً، لكن جلدته 100 جلدة لأنه صرف كل مجهوده وذكائه ومهارته وقدرته في التعلم في إبقاء شيء لا يفيد في شيء. الحكمة من هاي القصة أنه ممكن تكون ذكي لكن أنت بتتعلم شغل غيرك وأنت أصلاً شغلك ما بتفهم فيه.